السلام عليكم. فيديو جديد وفلوج جديد. اليوم الفلوج ديال العيد المولد النبوي. فقت مع الصباح، هما كانوا كيفطروا صحاب الدار ولكن انا ما فطرت حيت كان ضروري، بغيت نبدا ان شاء الله نتبع هاد الوصفه اللي فريمون شفتها في تيك توك وفي لي ريزو سوسيو، وكنظن انها عطات نتيجه، فقلت علاش لا ما نجربهاش. اول حاجه كديري حبوب شيا اولا لي غران دو شيا مع نص حامضه. هادوك لي غران ديالها طاحوا ليا في الكاس، قلت معليش ما كيلاش عاد نبقى نحيدهم، العجز وما يدير، قلت زعما صافي عاد نجيب الاخر الصفايه ونحيدو هادي. ادوك درتها وزدت عليها الماء هكا دافي شويه، ماشي سخون بزاف وماشي بارد بزاف، وصافي وغادي نشربها. كنستنى تقريبا ربع ساعه حتى نص ساعه وعاد ديك الساعه نفطر. شوفوا دايره حبوب الشيا زعما باش نحيد كتحيدي الكريشه وداكشي وفطره بالكاطو. ايوا صافي هنايا فطرت، خديت واحد جوج حلوات وصافي، ومشيت درت صوره البقره، درت اذكار الصباح الاول، عاد من بعد كنزيد صوره البقره ضروري فاش كنكون هكا نخمل. صراحه خملت غير بيجي كلشي كنخمل، يعني ما كانش ندير الميناج. هنايا جيت ندير البخور، بخور الصبايا اللي كيعجبني بزاف الريحه ديالو، وجات لالا لوجين قالت لك انا ندير، درت هذا بخور المدينه ودرت معاه بخور الصبايا. صافي خلطتهم درتهم في هذه المبخره. هنايا كانت جانا ولوجين شرت ليهم ماما هاد تعارض ضروري من الباروك ديال عيد المولد النبوي. مهم الوليدات كيبغيو يفرحوا داكشي، واخا كيقول لك يعني ماشي من السنه انك تحتفلي به، ولكن صافي مشات هذيك العاده، واخا ماشي شي احتفال غير الوليدات كيفرحوا داكشي، معليش ما فيها. يلا صافي هنايا كل وحده اختارت اختي، ما عندي بنتي صغيره كتقول لي اختي بلدي يا بنتك الصغيره، اختارت الشنيشله، حنا كنقولوا ليها الشنيشله. صافي هنايا كانوا موزعين لنا الراس بالطبيل. ايوا صافي هنايا وجدنا هاد الكيكه اللي خديناها معانا لعند مرات خالي، صراحه جات زوينه بزاف. غادي نخلي لكم المقادير ديالها في القناه الا بغيتو تحضروها، وجميع النصائح هكا باش تصدق معكم. الكيكه اليوميه اللي كتجي خطيره، كتجي مفشفشه صراحه، ما تشبعوش منها. صافي هنايا في دار مرات خالي، شوفوا الروينه ديال اللعاب والروينه داروا الدراري صغار. صافي هنا حطينا الاكله الرئيسيه اللي هي بركوكش. حنايا جهه شرقيه كنديروا هذه المحمصه او البركوكش، كل واحد كيفاش كيقول ليها، كنديروها حتى فاش كتولد زعما المراه. هذه هي الاكله اللي كنديروها عكس الجهات اللي كيديروا التريت والرفيزه. صراحة من بين الحوايج اللي كانوا كيداروا هكا في الآية الدينية أو الذكرى الدينية، كنا كنتفرجوا هكا الرسالة أو قصص ديال الأنبياء، يوسف عليه السلام أو موسى عليه السلام، ففغيمون هذوك الأجواء ما يتمسحوش بالذاكرة ديال الطفولة ديالنا، فكنحاول نديرهم هكا ونعيشهم مع بناتي، كيكون باش هكا حتى هما باغيه زعما نربيهم على نفس التربيه اللي كنا عليها. اللي فجينا في الليل رجعنا للدار، وكتقول لي ماما صوريني بالتخوتينات، حيت خدينا ليها هاد التخوتينات زعما كادو ديال الميلود، وفي نفس الوقت حيت اختها عندها بعدا التخوتينات وكتقول ليك كيبغيو زعما يلعبوا اونصومبل وداكشي. راكو عارفين الدراري كيكون فيهم عيني على عينك، فهكا حسن باش ما يبقاوش يتخاصموا. زعما ليها التخوتينات كلها زوينه، انا كنبغي ندير الموسيقى كتقول لي اسمع اسمع. وصافي هنا صافي طلعنا من البيت باش هكا ينعسو، وهنا نقول لكم تصبحوا على خير ونتلاقاو في فلوق جديد ان شاء الله. انا عطيت ليها بيبرون ديال الحليب ضروري قبل ما تنعس، واخا نورمالمون جو فو كونساي با يعني يكون اخر حاجه هو الحليب، حيت ضروري الحليب كيخلي واحد بحال كالكير في السنان ديال لي زونفون.
دونك خصهم يغسلوا سنيناتهم قبل.